أنا ذكرت بداية حديثي كلامي، في حكومة الكاظمي اتخذت القرار رفع سعر الدولار بكان 118 لحد 145، هذا القفزة كم نمرة أعطت الرقم بدون معالجات حقيقية بالأرض الواقع، طبعا حقيقة كان ماكو معالجات، بالتالي ما اتخذت الخطوات اللازمة. طيب أنت مثل ما ذكر الأستاذ إنه إحنا دولة مستهلكة ما عندنا إنتاج، طبعا طيب في ذاك الوقت احنا كان انتقاداتنا كان بذاك الحكومه، واللي حد الان راح يستمر هذا الموضوع، وخاصه احنا اعتبنا كان ليش انتم ما كنتوا تعرفون احنا حكومه مستهلكه؟ شلون رفعتوا سعر الدولار؟ كم نمره صعدتوا الرقم في سبيل انه ما عندكم معالجات حقيقيه؟ من يصير الكلام يقول لك يا مجلس النواب كانت أزمة. اتنصل الموضوع، قال يابا هذا مو صلاحياتي، صلاحيات البنك المركزي. تمام. طيب هسه من قالوا البنك المركزي؟ قالوا لا، البنك المركزي الرجل ما له دور اصلا برفع سعر الدولار، هذا الموضوع. طيب وذكر الاستاذ اكو موضوع بالنسبه للفساد، حتى لو الاطار من اتخذ القرارات وكان مجمل، يمكن صارت الحديث اكو اشتباكات في مناطق اللي كان بها منطقه الكفاح وما شابه ذلك، ملاحقه بعض الاشخاص او التجار اللي يستغلون الارتفاع هذه الاسعار من اجل رفع سعر الدولار. كانت مجرد حركه بالنهايه لا يمكن ان تفضي الى شيء. بالنتيجة كان هناك تجار استغلال برفع هذا السعر. لاحظنا في فترة التبديل هذا المدير البنك المركزي لاحظنا أنه انخفاض سعر العملة، لكن أنا أقول إذا استمر الحكومة الإطار أنه عدم مبالاته أو عدم ملاحقة هذول التجار راح يظل السعر هسه بين فترة. لا هو خلينا نحدد، هو السبب خارجي لو داخلي؟ لا أكو عامل الداخلي والخارجي، الداخلي سبب بعض المصارف اللي بعهد الحكومة الكاظمي رقموا المصارف اي وبي وسي، وكان الحصة الاسد بعض الجهات لهذا المصرف تابع لبعض الجهه السياسيه اللي كان ياخذ العمله، المستغل هو التاجر الاساسي بالعمله، بالتالي كان هو المسيطر بالسوق التجاري بالنسبه للعمله، بالتالي اكو عوامل داخليه اكو عوامل خارجيه، واحنا حدودنا مفتوح. يعني المشكله هسه ابسط شيء تروح على الادويه، انت تستوردها من تركيا، من ايران، من اردن، من سوريا، من كل الدول قاعد تستورد الحديث عن الادويه. النسبه الاكبر هو بالنسبه تهريب لي طبعا الأدوية. بالنتيجه